حياكم الله مجددا مشاهدينا ومستمرين معكم في تغطيتنا وايضا مع ضيوفنا وسلسله التقارير وكذلك مراسلينا المتواجدين في اروقه المعرض لعرض ابتكارات ومنتجات وايضا عنصر بشري يعمل على هذه المنتجات. وفي هذا الاثناء يسعدني ان ارحب بالسيد محمد سيف من شركة كالينغتون الشرق الأوسط. رحب فيك سيد محمد معنا. وقبل الدخول كشركة كالينغتون وشركة أسترالية تتواجد اليوم في هذا المحفل، يعني كيف رأيت هذا الحدث العالمي اليوم؟ هايدكس واحد من أهم معارض الصناعات الدفاعية في العالم، ووجود أكثر من 65 دولة تحت مظلة واحدة هنا في أبوظبي. اولا طبعا شكرا على استضافتك ليا وعلى وقتك معايا. انا متهيألي ان تحسب لاي شركه مهما كان حجمها ان هي جزء من ايدكس في الامارات، بالذات بعد الانقطاع اللي حصل اخر سنتين عن اي تنظيم ايفنتس كبير او بالشكل ده. الامارات الحمد لله رجع بايفنت اكبر من اي ايفنت حصل قبل كده في مجال الدفاع في الميدل ايست كله، فطبعا يحسب لينا ولاي شركه تانية وجودها في ايدكس السنه دي. شركة كالينغتون احنا شركة استرالي، فرع بتاعنا مفتوح في الامارات من سنتين، واحنا جزء من مجموعة عالمية من الشركات وجزء من الاوستريد اللجنة الاسترالية للتجارة اللي موجودة هنا برضو في ايدكس. يمكن حوالي تقريبا 20 شركة موجودين في البوث، وبنشتغل كلنا مع بعض في توطيد وتحسين علاقاتنا مع الامارات من خلال توريد المستلزمات للشغل بتاع الجيش او السوفت وير والانظمه المستخدمه في نظام الجيش في كل قطاعاته. اليوم كشركه استراليه اهميه المشاركه في معرض نفس هالمعرض العالمي، هناك شركات كثيره، حكومات كبيره، مسؤولين الدفاع، شركات محليه وعالميه، ولكن اليوم كالينغتون الشرق الاوسط انتم متواجدين هنا، وتحدث لي ان بداتوا وتم ايجاد مقر دائم في دولة الامارات. لو نتكلم عن اهمية تواجدكم في دولة الامارات بالنسبة للشركة، وايضا اهمية وجود الشركة مع الشركات الاخرى هنا. الامارات فرض موقعها من الميدل ايست كله بشكل كبير على اي شركة تحب ان هي تكون ليها شغل او ليها تعامل في الشرق الاوسط كله، اذا كان بالموقع الجغرافي او السياسي. الحمد لله وجودنا في الامارات بيسهل علينا كتير في التعامل مع الامارات ومع دول الخليج كله حواليه. من خلال الامارات بنقدر نخدم دول زي السعوديه، زي البحرين، الكويت، قطر، عمان، والحمد لله الشغل في الامارات من كل النواحي بيساعد اي شركه عالميه في التواجد، بالذات الاستراليين، لان اولا استراليا من اكبر الشركاء للامارات بالذات في التعامل مع انظمه الدفاع ومع الجيوش عامه في الامارات هنا. ثاني حاجه استراليا بسبب موقعها البعيد عن بقيه العالم كله كان طبعا لازم نكون في ميدل ايست بشركه موجوده، شركه اماراتي، تيم موجود هنا في الامارات عشان يقدر ان هو يشتغل مع بقيه البلد والمنطقه كلها. وطبعا دبي هي المكان الانسب للحاجات دي كلها في الميدل ايست كله. فالحمد لله فتحنا المكتب من سنتين، وعندنا الحمد لله الشغل شغال مع خطوط الطيران زي الاماراتيه، الاتحاد، فلاي دبي، زائد طبعا تواجدنا مع العملاء بتوع انظمه الدفاع زي امرك وجال وتوازن. والحمد لله شغله ماشي معاهم بشكل كويس بقاله سنين، وان شاء الله لاحسن الفتره اللي جايه. ايدكس طبعا بيساعد في الحكايه دي لوجود كل الهيئات دي هنا في مكان واحد، فنقدر نتواصل معاهم ونقابلهم بشكل دوري في الايفنت هنا. وطبعا بنخلص ديلز كبيره مع اذا كان عن طريق الاوستريد الاوستريلين تريد كوميتي او شركاتنا نفسها مع الكاستمرز بتوعنا. اليوم المنتجات اللي تقومون بتطويرها، صناعتها، توريدها وغيرها، هي جميعها من استراليا ام جزء منها يتم تعديله وتطويره في دول اخرى او دوله الامارات؟ الشركه الاسترالي اللي موجوده في سيدني عمرها اكثر من 50 سنه، واحنا يعني احنا الشركه اللي بنعمل تطوير للكيميكلز بتاعتنا نفسها او المنتجات بتاعتنا نفسها. لكن في اخر سنتين بدانا ان احنا نعمل تعديل لبعض المنتجات هنا في الامارات، او نعمل اعاده تصنيع ليهم هنا في الامارات، بحيث نكون سهلنا على الكاستمرز بتوعنا او عملائنا في الامارات. بنوفر موضوع الشحن والانتظار والتخزين والحاجات دي كلها. الامارات الحمد لله فيها شركات كفاءات عاليه جدا
بكواليتي عالية جدا للتصنيع وللتوزيع في مجال البلد كلها أو حتى خارج الإمارات. فبنستغل الإمكانيات دي كلها في البلد هنا، وبتساعدنا طبعا كتير جدا في التعامل مع الهيئات الحكومية أو مع جميع العملاء، بأن احنا شركة أسترالي بنصنع منتجات أسترالي لكن متصنعة في الإمارات المتحدة. طبعا بتفرق كتير وبتفتح لنا أبواب كتير جدا مع الشركات هنا في الإمارات. سيد محمد، يعني اليوم ربما شاهدت تقارير ومريت بجنب الأجنحة الإماراتية وتواجد الصناعات الإماراتية، كمختص في هذه الشركات كيف ترى الصناعة الإماراتية اليوم موجودة جنبا إلى جنب مع الشركات العالمية الأخرى؟ أنا متهيألي الإمارات بتضرب مثال للشرق الأوسط عامة والدول العربية خاصة، في أن فعلا إحنا البلد هنا أنا بقالي فيها 10 سنين، مجال التعاون والسهولة في التعامل وتحسين العلاقات، تحسين الجودة في التصنيع والحاجات دي كلها دايما في ازدهار من سنة لسنة. يعني أنا اشتغلت مع شركتين برضو عالميتين قبل كالينغتون، وكان دائما كان نفس المستوى من التعاون ما بين الإمارات وبين الاستثمارات الأجنبية. الحمد لله الموضوع ده بيساعدنا جدا في الشغل بتاعنا مع الكاستمرز في الإمارات وحتى خارج الإمارات، تسهيل القوانين بتاعة التصنيع للشركات الأجنبية، تسهيل القوانين بتاعة الإرسال والتصدير للشركات الأجنبية، ده بيساعد كتير في الإمارات تحافظ على مركزها كمركز للتجارة والصناعة لبقية الميدل إيست، إذا كانت شركة أسترالية أو من أي مكان في العالم. دعم يعني جهود كبيرة في هذا المعرض كما نشاهد الآن، وأيضا الصناعات الإماراتية جنبا إلى جنب مع الأخرى. اليوم أيضا كشركة أسترالية وكمدير عام شركة كالينغتون الشرق الأوسط، خلال جولتك للمعرض أيضا التواجد العربي، هناك أجنحة دول خليجية كذلك مصر، السودان، موريتانيا، الجزائر وغيرها، كيف ترى بشكل عام الصناعات الدفاعية العربية المتواجدة في هذا المعرض؟ بصراحة الموضوع فوق المتوقع. إحنا في جنبنا البوت بتاع السعودية، وهو بوت طبعا حجمه مهول وكلها صناعات سعودية أو تعديل في السعودية، والموضوع بالحمد لله بيزيد كل سنة عن التانية. بلاد تانية زي مصر، هي العربية للتصنيع موجودة برضو هنا في آيدكس بشكل كبير جدا. الأردن عندهم برضو تصنيع بشكل كبير لكتير جدا من أدوات السيكوريتي، الحماية والأجهزة والأسلحة حتى المعدات الثقيلة والمدرعات موجودة بشكل كبير. كل الدول حتى عمان موجودة، كل الدول العربية الحمد لله ليها تواجد كبير جدا في آيدكس السنة دي، وده بيبشر بأن إن شاء الله هيكون أكبر وأكبر في السنين اللي جاية، ويكون موضوع في الدول العربية بشكل أكبر بكتير إن شاء الله.